حفتر يطالب مجلس الأمن بوقف تدفق المرتزقة السوريين والأتراك والأسلحة إلى ليبيا. قادة أوروبا يطالبون بوقف دائم لإطلاق النار في إدلب السورية وحماية المدنيين. والبنك الدولي يؤكد أن 40% من اللبنانيين أصبحوا فقراء نتيجة للأزمة الاقتصادية. الثانية عشر ظهرا العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع دانا مدحت. أهلا بك دانا. أهلا بك إيمان، وأهلا بكم مشاهدينا، والبداية من تطورات الملف الليبي. أكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر استعداده لقبول وقف إطلاق النار بشرط سحب القوات التركية والمرتزقة. وقال حفتر في مقابلة صحفية إن الصبر بدأ بالنفاذ لعدم التزام الأطراف الأخرى بالهدنة وخرقها باستمرار من قبل العصابات المسلحة، ومؤكدا أن عصابات ومرتزقة أردوغان والسراج مستمرون في خرق الهدنة. ودعا أيضا حفتر الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول المشاركة في مسار برلين إلى تحمل مسؤوليتها في وقف تدفق المرتزقة السوريين والأتراك والأسلحة المختلفة إلى ليبيا. قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب إن المجتمع الدولي يلتزم الصمت تجاه نقل الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا، مؤكدا في اتصال هاتفي مع إكسترا نيوز في خدمة إخبارية سابقة أن هناك محاولة لتغيير موازين القوى على الأرض. المجتمع الدولي يشاهد المرتزقة يأتون، الأسلحة تأتي، هناك محاولة لتغيير موازين القوى على الأرض. طبعا وجود المرتزقة يدل على نهاية ما تبقى من الميليشيات الموجودة والتضليلات التي كانت في طرابلس، ويدل على أن الجيش فعلا عندما كان يقول بأنه يقضي على إمكانيات الميليشيات وقدراتها وما تبقى منها كان الكلام صحيح، وبالتالي وجود المرتزقة دليل كبير على أن الميليشيات لم يعد لديها مقاتلين، لم يعد لديها أسلحة، لم يعد لديها إمكانية للمقاومة.
ينضم الينا هاتفيا من طرهونه خالد الترجمان رئيس مجموعه العمل الوطني الليبي. سيد خالد اهلا بحضرتك. اذا بعد تصريحات المشير خليفه حفتر وايضا ما نراه على الارض من تقدم للجيش الوطني الليبي ومن الاجتماع او المؤتمر الذي عقدته القبائل الليبيه ايضا في تأييد طبعا واضح للجيش الوطني الليبي، هل تتوقع استجابه للدول لمسار برلين؟ اهلا بك سيده ايمان وبقناتكم. على كل حال انا كنت ضمن فعاليات النخب لمؤتمر القبائل والاعيان والنخب الليبيه في ترهونه والذي اختتم اعماله امس. الحقيقه ما صدر عن المؤتمر انا ارى انه لابد ان يضع المجتمع الدولي في حرج، لان هذه كل القبائل الليبيه حتى القبائل التي تسيطر على مناطقها قوات الحشد الميليشياوي والمرتزقه وجماعه الاخوه المسلمين وجماعه اردوغان، كلها جاء منها مندوبين وحضروا هذا المؤتمر، وتمخض المؤتمر على انه لا حلول مع الميليشيات الا بتصفيتها وانهائها في طرابلس. وكلف هذا المؤتمر الجامع لكل الليبيين لكل القبائل الليبيه مشير كان خريب حفتر بتطهير البلاد من كافه الميليشيات وكافه العصابات، بالاضافه الى الاستمرار في غلق البترول الى حين الانتهاء من تحرير الوطن. اهم مقررات هذا المؤتمر بالاضافه الى 15 بندا لا يسع المجال لذكرها، ولكن ما نقوله انا على الارض، انا قرب محاور القتال، بعد قليل سنكون في هذه المحاور، معنا صحفيين من كل انحاء العالم بما فيها الشقيقه الكبرى جمهوريه مصر العربيه التي تساندنا في السراء والضراء وفي الضراء قبل السراء. فعلى الارض القوات على استعداد الان. نعم صحيح. طيب بمرحلة خالد تفضلي. نعم سيد خالد، تصريحات المشير خليفه حفتر ايضا قال انه الجيش الليبي جاهز لكل الاحتمالات اذا لم تلتزم الدول بمسار برلين، وكان في خبر عاجل ايضا بالقاء القبض على 13 من عناصر الميليشيات الارهابيه. هل كل هذه الخطوات يعني ستخيف او ترهب هذه الميليشيات الارهابيه ومن ثم طبعا اردوغان؟ أنا أعتقد أن جزء من هذه الميليشيات متخذ هذا طرابلس جسر للعبور إلى أوروبا. الجزء الآخر هو سيقع في شر أعماله، لأن لا يعلم طبيعة الأرض، لا يعلم المقاتلين الذين يقاتل ضدهم أو يقاتل معهم، لدرجة أن حدثت أمام عيوننا الكثير من المصادمات ما بين الحشد الميليشياوي وهذه القوات القادمة من سوريا والذي استخدمها أردوغان. أنا أعتقد أن العالم الآن عليه أن يقف أمام المسألة الأساسية وهو مسار العسكري. إن كان هناك إرادة دولية بالفعل تذهب بنا إلى تفكيك هذه الميليشيات ونزع سلاحها بغير القوة فليرونا ذلك ونعمل عليه، والا فلا مناص من استعمال القوه كما قرر مؤتمر القبائل الليبيه امس في ترهونه، بانه لا حل مع هذه الميليشيات، لا حل مع الاخوان المسلمون الا باجتثاث قوتهم من على الارض حتى نستطيع الذهاب لبناء الدوله المدنيه، وبالتالي طموح اردوغان ليس في ما قيل في موازنه القوه حتى نذهب الى حوار سياسي، ولكن يحاول قدر الامكان ان يضع من طرابلس نقطة انطلاق لخلق القلاقل في دول الجوار وخاصة مصر، لأنه يعلم تماما أن مصر تقف مع القوات المسلحة العربية الليبية ولا تقبل بوجود إرهاب في ليبيا، لأنه مسألة أمن قومي ومسألة جغرافية واحدة. فالسيد أردوغان ليس أمامه الآن وأمام العالم إلا أن يعترف بأن عليه نقل مرتزقته من طرابلس وترحيلهم وترك القوات المسلحه تقوم طيب. بمهامها الوطنيه بتحرير الوطن من الارهاب. سؤال اخير اخيرا لحضرتك وايضا يعني اذا تفضلت في عجاله الاجابه، هناك ضغط اوروبي ايضا على اردوغان فيما يخص ادلب السوريه والانسحاب ووقف اطلاق النار هناك، وكان تمخض يعني من قمه في بروكسل، هل تعتقد انه هذا سينعكس على ارسال هؤلاء المرتزقه والارهابيين الى ليبيا؟ وسريعا اذا تفضلت. نعم هذا امر مرتبط ببعضه البعض والعالم كله عرف ذلك ويعمل ذلك، ولكن لابد من ايجاد وسيله لردع اردوغان عن المضي قدما في هذه الاحلام.
أشكرك جزيلا الأستاذ خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي، كنت معنا من ترهونة. ألقت قوات الجيش الوطني الليبي القبض على 13 مسلحا من عناصر ميليشيات حكومة السراج بطرابلس ومرتزقة أردوغان بليبيا. ومن جهة أخرى، أعلن مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية إطلاق برنامج تدريبي لأفراد قوة المهام الخاصة بالكتيبة 166 مشاة للرفع من قدراتهم وكفاءاتهم، وذلك ليكونوا مؤهلين لتنفيذ مهامهم القتالية بكل دقة دفاعا عن البلاد. قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا غسان سلامة إن البعثة الأممية تتابع الخروقات المتعلقة بتوريد الأسلحة، وكشف سلامة أن آلية فرض عقوبات على من يخرق حظر السلاح إلى ليبيا والتي تم الاتفاق عليها في مؤتمر برلين باتت بيد مجلس الأمن، مشيرا إلى أن موقف الأمم المتحدة يشدد على عدم توسيع رقعة القتال والخروقات في ليبيا. قال رئيس الجزائر عبد المجيد تبون إن التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا سبب استمرار الأزمة التي تشهدها البلاد، وكشف تبون عن وجود أسلحة متطورة دخلت ليبيا مؤخرا، بينما تم تهريب أسلحة النظام الليبي السابق إلى منطقة الساحل الإفريقية، ومشددا على ضرورة تنفيذ اتفاقيات برلين بشأن حظر توريد السلاح إلى ليبيا. وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوما يجعل 22 من فبراير يوما وطنيا للتلاحم، يأتي هذا فيما استعد الشارع الجزائري لإحياء ذكرى مرور عام على الحراك الشعبي الذي انطلق في 28 من فبراير 2019 وأدى إلى سقوط نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. الشارع الجزائري على موعد قريب لإحياء ذكرى مرور عام على الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 من فبراير 2019، حراك أدى إلى سقوط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2 إبريل. مع اقتراب الموعد تقوم السلطات بإطلاق سراح محتجين وسجناء تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات. شرعت السلطة في مسار تهدئة، توقفت عن حملة الاعتقالات وبدأت في إفراجات على مراحل الأسبوع الأخير، يعني الخميس الماضي فقط تم الإفراج على 5 في تلمسان من بينهم الهدى عقادي. ففي العام الماضي شهدت مدينة خراطة بولاية بجاية شرق العاصمة الجزائرية الشرارة الأولى للمظاهرات رفضا للعهدة الخامسة لبوتفليقة، ومطالبة بإصلاح شامل للنخبة الحاكمة ووضع حد للفساد. الحراك الذي انطلق من شرق الجزائر وصل في نهاية فبراير من العام الماضي إلى العاصمة الجزائرية، حيث كان يحظر التظاهر منذ 2001. وتحولت المظاهرات هناك في الجزائر آنذاك إلى حدث مهم وغير مسبوق، وأصبح يوم الجمعة موعدا للمظاهرات الضخمة رفع خلالها المتظاهرون شعارات تطالب برحيل النظام ورحيل بوتفليقة. وبعد أقل من 6 أسابيع تمكن المتظاهرون الذين ازدادت أعدادهم كل يوم جمعة من دفع بوتفليقة إلى الرحيل بعد أن قضي 20 سنة في الحكم. لكن استقالة بوتفليقة في إبريل الماضي لم تمتص غضب الشارع الجزائري. الحراك راح يستمر لمدة سنتين 3 سنين حتى يتغير النظام. ما دام النظام ما تغيرش الحراك ماشي يموت، لأن الحراك هو فكرة والفكرة لا تموت. فمع قرب إطفاء الشمعة الأولى للحراك الشعبي لا يزال الجزائريون مصرين على الاحتجاج الأسبوعي للمطالبة برحيل رموز النظام، على الرغم من تحقق بعض الأهداف مثل محاكمة بعض رموز النظام السابق، وعلى الرغم من أن البلاد شهدت انتخابات رئاسية فاز فيها عبد المجيد تبون. طالب قادة الاتحاد الأوروبي بوقف دائم لإطلاق النار في محافظة إدلب السورية وتوفير ضمانات لحماية المدنيين. ودعا القادة في بيان مشترك عقب قمة ببروكسل كل الفاعلين إلى وقف القتال فورا والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل مباشر وبدون عوائق إلى المدنيين.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن تركيا أرسلت تعزيزات عسكرية جديدة إلى إدلب السورية، ودعت الوزارة أنقرة إلى تأمين خروج المدنيين من إدلب نافية ما تردد عن نزوح مئات الآلاف من المدنيين من إدلب إلى الحدود التركية. تناقلت وسائل أعلام روسية مقطع فيديو يظهر محاولة فاشلة قام بها مسلحون موالون لتركيا في محافظة إدلب، وذلك لإسقاط مقاتلة روسية من طراز سو 24 بواسطة نظام صواريخ محمول مضاد للجو. وكان مصدر عسكري روسي قد أكد مطلع الأسبوع أن أنقرة زودت المسلحين في إدلب بمنظومات دفاع جوي أمريكية محمولة. حذر مجلس الدوما الروسي تركيا من أنها ستدفع الثمن باهظا في حال توسيع عملياتها العسكرية في محافظة إدلب السورية. وقال نائب رئيس مجلس الدوما لشؤون الدفاع يوري شفاتكن إن العسكريين الروس في سوريا يفعلون ما في وسعهم لمنع وقوع هجمات إرهابية واعتداءات من قبل المسلحين في سوريا، وفي استطاعتهم أن يردوا ردا موجعا عند الحاجة. ووصف شفاتكن التطورات الأخيرة في إدلب بأنها خرق للاتفاقات التي تم التوصل إليها بين روسيا وتركيا سابقا. قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن دعم تركيا لهجمات المسلحين يهدد بالمزيد من تصعيد النزاع في سوريا، وأشارت إلى أن المركز الروسي للمصالحة تلقى بلاغات عن عدة هجمات واسعة النطاق نفذها الإرهابيون، وذلك باستخدام كمية كبيرة من المركبات المدرعة على الجيش السوري في منطقة التصعيد في إدلب. شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة تحييد التهديد الإرهابي في ظل احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وفي اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجلا ميركل دعا زعماء الدول الثلاث إلى التنفيذ التام لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف الحوار السياسي بين طرفي النزاع في سياق قرارات مؤتمر برلين حول ليبيا. وإلى الشأن العراقي، حيث ذكرت تقارير عراقية أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي يواجه معارضة شديدة على تشكيلتها الحكومية، وذلك من قبل تحالف القوى العراقية الذي يمثل المكون السني وكذلك من الأحزاب الكردية. وأشارت هذه التقارير إلى أن رئيس تحالف القوى العراقية ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي أبلغ القوى السياسية بتقديم رئيس وزراء جديد بدلا من علاوي، ومؤكد أن الحكومة لن يتم تمريرها بسبب استمرار هذه الخلافات. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن التصدي لعدد من الصواريخ الباليستية وتدميرها بعدما أطلقتها قوات الحوثي من صنعاء باتجاه أهداف مدنية في السعودية. وقال المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي إن هذه الصواريخ تم إطلاقها بطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المدن والمدنيين، ما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. كما أشار المالكي لأن صنعاء أصبحت مقرا لتجميع وتركيب وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار. قال مسؤول بالبنك الدولي إن 40% من اللبنانيين أصبحوا فقراء نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، ومشددا على أن إصلاح قطاع الكهرباء أصبح ضرورة قصوى كونه يستنزف خزينة الدولة. ولفت إلى أنه في حال عدم اتخاذ الحكومة اللبنانية خطوات إصلاحية جريئة فلن يستطيع البنك الدولي تقديم أي مساعدات أو دعم لقطاع الكهرباء أو المساهمة في معالجة الخلل الاجتماعي بالبلاد.
أدانت الحكومة السودانية استخدام العنف المفرط ضد المحتجين الذين خرجوا في مظاهرات أمس بالخرطوم تنديدا بإحالة بعض الضباط العسكريين إلى التقاعد متوعدة بمحاسبة المخطئين. وأعلنت الحكومة السودانية في بيان فتح تحقيق في تلك الأحداث مؤكدة حق التظاهر وتنظيم المسيرات. تكثف مدينة ووهان الصينية المنكوبة بفيروس كورونا المستجد جهودها لاحتواء الوباء، حيث يفتح أكبر مستشفى مؤقت جديد في المدينة أبوابه أمام المرضى. ويضم مستشفى كوانغ جوريهاي نحو 3700 سرير. تم حتى الآن استكمال 15 مستشفى مؤقتا في ووهان والتي تضم أكثر من 9000 مريض. وحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية، وعدت السلطات إلى زيادة قدرتها للتعامل مع 30000 مريض. أعلنت السلطات الصينية أن انتشار فيروس كورونا في 14 مقاطعة بالبلاد أصبح الآن تحت السيطرة، ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات جديدة. وأكدت السلطات أن العلماء الصينيين يعكفون على تطوير لقاح مضاد للفيروس مع احتمال إجراء تجارب سريرية خلال الأشهر المقبلة. أثار وخيمة تركها فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني، حيث خيم بظلال كثيفة على توقعات المؤسسات والوكالات الدولية والخاصة بمعدلات النمو في الصين. المزيد في هذا التقرير. تحت وطأة كارثة فيروس كورونا العالمية، اتجهت العديد من المؤسسات والوكالات الدولية نحو تغيير توقعاتها الخاصة بمعدلات النمو لعام 2020. كان أبرزها وكالة موداز التي خفضت توقعاتها لنمو الصين إلى 5.2% ولمنطقة اليورو إلى 1.2%. وفي تحذير جديد بشأن الآثار الاقتصادية للفيروس الصيني، وضعت مؤسسة الأبحاث أوكسفورد إيكونوميكس 2 من السيناريوهات السلبية بشأن أداء الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري. يتمثل السيناريو الأول في أن يقتصر الوباء على آسيا فقط، وبالتالي ستكون النتيجة محو نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فيما يفترض السيناريو الثاني أن يصاحب الوباء تداعيات عالمية، وبالتبعية سوف يشهد الناتج المحلي الإجمالي العالمي تقلصا بنحو 1,100,000,000,000 دولار. ومع انتشار الفيروس توقفت الاتصالات التجارية المباشرة بالصين، كما توقفت صناعة السيارات والمعادن، بل قامت المصانع بتحويل إنتاجها لصناعة الكمامات من أجل الوقاية من تفشي الفيروس. كذلك انهار قطاع السياحة والسفر، ولم تتأثر الصين وحدها بذلك، بل تتأثر دول العالم التي تعتمد على المنتجات والخامات الصينية في إنتاجها. في غضون ذلك يتوقف تحديد الاتجاهات العامة لسياسات العديد من البنوك المركزية والحكومات في أنحاء العالم في الوقت الحالي على التحرك الذي ستتبناه الحكومة الصينية لمواجهة تلك الأزمة. وصل ركاب سفينة دايموند برينسيس للرحلات البحرية الموبوءة بفيروس كورونا المستجد النزول إلى اليابان لليوم الثالث على التوالي بعد فترة حجر صحي استمرت 14 يوما. قالت السلطات إن كل من اختبر سلبيا للفيروس يجب أن يكون خارج السفينة مساء اليوم، ولا يزال أعضاء الطاقم وكذلك الركاب الذين كانوا على اتصال وثيق أو يشاركون غرفة مع الركاب المصابين على متن السفينة تحت مراقبة طبية وفقا لمنظمة الصحة العالمية. السفينة تضم أكبر تجمع من الحالات المؤكدة خارج الصين. وأعلنت كوريا الجنوبية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 156 حالة،
وقال رئيس الوزراء تشونغ كيون إنه أمر بتصنيف مدينة دايغو جنوب شرقي البلاد منطقة إدارة خاصة بعد تفشي الوباء فيها، وتشمل هذه الإجراءات عزل المدينة التي يقطنها 2.5 مليون نسمة وعدم خروجهم إلى منازلهم. أعلن بيان من منطقة لومبارديا الإيطالية أن فحوصا أظهرت إصابة مواطن إيطالي بفيروس كورونا المستجد، وجاء في هذا البيان أن المصاب عمره 38 عاما ولا يزال خاضعا لمزيد من الفحوصات الطبية، وستكون هذه رابع حالة إصابة مؤكدة في إيطاليا بعد أن ثبتت إصابة سائحين صينيين ومواطن إيطالي آخر، وكانت الحكومة الإيطالية أعلنت حالة طوارئ في البلاد الأسبوع الماضي. أعلنت شركة جرافيكس الأمريكية توصلها للقاح جديد وقد يكون الأول من نوعه مضاد لفيروس كورونا. وقالت الشركة التي تتخذ من ولاية تكساس مقرا لها إن اكتشافها بات جاهزا لاختباره على الحيوانات قبل أن يتم اختباره على البشر. توقعت المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO التابعة للأمم المتحدة انخفاض إيرادات شركات الطيران العالمية بقيمة تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار خلال الربع الأول بسبب عمليات إلغاء الرحلات المرتبطة بانتشار فيروس كورونا. وقالت الوكالة إن نحو 70 شركة طيران ألغت جميع الرحلات الدولية إلى الصين، ما أدى إلى خفض بنسبة 80% في طاقة شركات الطيران الأجنبية للمسافرين مباشرة إلى بكين. أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية وقف نقل الأفراد من وإلى إيران بحرا، وذلك بعد الإعلان عن تسجيل حالات إصابة ووفيات بفيروس كورونا هناك. وأوضحت الموانئ الكويتية في بيان أن قرار الإيقاف جاء خشية أي احتمالية لانتقال الفيروس ما بين الركاب. توجه الإيرانيون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التي يتنافس فيها 7148 مرشحا للفوز بمقاعد البرلمان البالغ عددها 290. في الأثناء أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أثناء الإدلاء بصوته أن الانتخابات واجب ديني وتضمن المصلحة الوطنية للبلاد، داعيا الإيرانيين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات. نحو 7150 مرشحا يتنافسون على 290 مقعدا برلمانيا في الانتخابات التشريعية الإيرانية التي يواجه فيها التيار الإصلاحي وضعا صعبا بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وبحسب الدستور الإيراني يحق ل 57,918,000 شخص التصويت في هذا الاستحقاق الذي يعد أول اختبار انتخابي تخوضه طهران منذ الأزمات التي عاصفت بها مؤخرا عقب اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني وحادث إسقاط الطائرة الأوكرانية الذي أغضب شريحة كبيرة من الإيرانيين. في هذه الانتخابات يبدو التيار المحافظ الأوفر حظاً، إذ يشكل أغلب المرشحين من بين صفوفه بعد استبعاد مجلس صيانة الدستور أكثر من 90% من مرشح التيار الإصلاحي. وفقاً للمعطيات وحصص مرشح التيارين، فإن تركيبة البرلمان الجديد ستختلف تماماً عن الأربع سنوات الماضية،
والتي هيمن خلالها التيار الموالي للرئيس حسن روحاني على المجلس، وبالتزامن مع إقامة الانتخابات التشريعية 11، ستجرى الانتخابات النصفية للدورة 5 لمجلس خبراء القيادة الذي يتولى مهمة تعيين القائد والإشراف عليه وعزله في محافظات طهران وخراسان الرضوية وخراسان الشمالية وفارس وقم. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن النظام الإيراني حرم أكثر من 7000 مواطن من حق الترشح، وقال في تغريدة له إن النظام الإيراني يخشى إجراء انتخابات حرة، ومؤكدا أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الإيراني وتساند مطالبته بانتخابات حرة ونزيهة، وأضاف أن الشعب الإيراني يستحق فرصة للتعبير عن رأيه دون تهميش أو قمع بحسب تعبيره. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على إيران، تشمل العقوبات الجديدة 5 أشخاص إيرانية من بينهم رئيس مجلس صيانة الدستور الإيراني والمتحدث باسم المجلس وعضو مجلس خبراء القيادة الإيرانية وكذلك رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. أعلن مسؤول في الحكومة الأفغانية أن اتفاق خفض العنف لمدة أسبوع ما بين حركة طالبان والولايات المتحدة والقوات الأمنية الأفغانية سيبدأ تنفيذه السبت، وفي حال تطبيق الهدنة الجزئية فستكون خطوة تاريخية خلال أكثر من 18 عاما من النزاع الدامي في أفغانستان، ويمكن أن تمهد طريق أمام اتفاق قد يتيح إنهاء الحرب. أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في حادث إطلاق نار بمجمع سكني للمسنين في ولاية أيداهو، وذكرت الشرطة الأمريكية أنه تم نقل المصابين وبينهم شرطي إلى المستشفى، مشيرة إلى العثور على جثة الجاني. تتواصل المفاوضات بشأن الموازنة الجديدة للاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال قمة جامعة لزعماء التكتل في العاصمة البلجيكية بروكسل، وتأتي الجولة الثانية من القمة دون تقديم مقترحات جديدة، وذلك بعدما اختتم رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل محادثات ماراثونية منفصلة مع رؤساء الدول والحكومات الأوروبية، والتي هدفت إلى حل الأزمة بشأن موازنة التكتل للفترة من عام 2021 وحتى عام 2027. تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار لتبلغ أدنى مستوياتها في تداولات اعتيادية منذ مايو الماضي، وخسرت العملة التركية منذ بداية العام الجاري 2.6% من قيمتها مقابل الدولار، علاوة على تراجع في قيمتها بلغ 36% في العامين الماضيين. أظهر مؤشر رسمي الثقة المهزوزة التي يبديها المستهلكون في الأسواق التركية بالاقتصاد المحلي والمؤشرات الناتجة عنه، وذلك نتيجة استمرار هبوط الليرة التركية لأدنى مستوياتها منذ قرابة 10 شهور، وذلك دون الوصول لحلول للأزمة المتصاعدة. وقالت هيئة الإحصاء التركية في بيان إن مؤشر ثقة المستهلكين تسجل تراجعا بنسبة 2.7% في فبراير
الجاري مقارنة بالشهر السابق، إذ هبطت قراءة المؤشر إلى 57.3 في الشهر الجاري، بينما كان 58.8 في يناير الماضي. نفت السلطات اليونانية ادعاءات رجب طيب أردوغان بأن أثينا قبلت الوضع الراهن بشأن الانتهاكات التركية في شرق المتوسط. هذا وأدان المتحدث باسم الخارجية اليونانية التحركات التركية غير القانونية في المنطقة، مستنكرا تلك التحركات التي تواصل تقويض الأمن والسلم في المنطقة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددا من الشائعات، من بينها تغيير نظام تنسيق القبول في الجامعات ووقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية.
كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددا من الشائعات من بينها ظهور حالات مصابة بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور نتيجة استيراد أعلاف صينية. بحث وزير الدولة الإنتاج الحربي محمد العصار مع وفود عدد من الشركات البيلاروسية أطر التعاون المشترك، وتم التأكيد خلال اللقاء على رغبة شركات الإنتاج الحربي في توسيع أفاقية التعاون مع الشركات البيلاروسية لتشمل رفع كفاءة المعدات الخاصة بشركات حلوان لمحركات الديزل وباقي شركات الإنتاج الحربي، وكذلك التعاون في مجالات تصنيع المعدات الخاصة بشفط المياه والمعدات الزراعية. أطلقت منظومة التأمين الصحي الشامل أتوبيس التأمين الصحي في محافظة جنوب سيناء ضمن فعاليات حملة التوعية الميدانية لتسجيل المواطنين بالمنظومة. المزيد في هذا التقرير. نقلة نوعية غير مسبوقة في منظومة التأمين الصحي تشهدها محافظة جنوب سيناء بإطلاق أتوبيس التأمين الصحي الشامل ليكون لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة. إطلاق الأتوبيس في مدن ووديان محافظة جنوب سيناء جاء ليتناسب مع الطبيعة الجغرافية في المحافظة، وذلك ضمن مبادرة سجل في مكانك، حيث يمر على التجمعات السكانية لتسهيل تسجيل كافة المواطنين في المنظومة الصحية. بشكر الناس اللي تعبين وعاملين مجهود كبير هنا ان هي قدرت توفر راحة الناس اللي موجودة اللي مش قادرين يتحركوا، بالذات كبار السن، لان الموضوع بيبقى هنا صعب شوية ان هم يروحوا للمستشفى.
فدي اتسهلت عليهم ان هم يقدروا يسجلوا في التامين. دي حمله توعيه واعلام بنلف جنوب سيناء كلها، بنسهل على الناس اجراءات التسجيل في منظومه التامين الصحي الشامل، بنفهم الناس ايه الحقوق اللي ليها وايه الواجبات اللي عليها، ايه المطلوب، ايه اللي هيستفيدوا من التامين الصحي الشامل، ايه الورق المطلوب عشان يقدر يسجل في المنظومه. يضم الاتوبيس وحده التوعيه والاعلام بالمنظومه للمساهمه بتعريف المواطنين بنظام التامين الصحي والاجابه على استفساراتهم، بالاضافه الى مساعدتهم في التسجيل بالمنظومة وفتح الملفات العائلية. احنا بنقدر احنا نوصل للوديان، مش بس احنا بنقدر نوصل الميادين، بنحاول على قد ما المستطاع اللي احنا بنخش المناطق اللي هي الصحراوية الوديان، بنخاطب الناس، بنعرفهم ايه معنى توعية التأمين الصحي الشامل، ايه هي المنظومة، ايه مدى الاستفادة ان هو يقدر يستفادها من التأمين الصحي الشامل هو والأسرة كلها. طبعا العربية دي سهلت على الأماكن اللي موجودة في كل الأماكن في شوارع الدهب، ومسهلة على الناس اللي تروح هتعتبر زي لحد البيت بتروح، فدي حاجه احنا مبسوطين جدا بيها اللي تبع الحمله، وحاجه كويسه جدا لنا هنا. يستطيع المواطن من خلال هذه الخدمه المجانيه تسجيل بياناته في وحدات الرعايه الاساسيه وتجهيز ملف يضم جميع افراد الاسره، تكون مربوطه الكترونيا في جميع مستويات الرعايه الصحيه، ويضاف اليها نتائج الفحوصات الطبيه للاسره والامراض التي يشتكي منها افرادها. إلى الرياضة، حيث توج زمالك بلقب السوبر المحلي بعد فوزه على الأهلي بضربات ترجيح 4-3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي للتعادل السلبي، وبذلك يحصد زمالك كأس السوبر المرة الرابعة في تاريخه. الزمالك بطلا للسوبر المصري بعد أيام قليلة من تتويجه بلقب السوبر الإفريقي. مباراة كأس السوبر المحلي لم تكن سهلة، فالمتنافسان على اللقب قطباء الكرة المصرية، كلاهما يطمح لاقتناس اللقب 17 من البطولة على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات المتحدة. أمام الشاشات احتشد عشاق الفريقين كعادتهم في مشهد ساده حالة من الترقب واحتباس الأنفاس على أمل إحراز هدف هنا أو هناك، لكن شوطي المباراة مرة دون أن تهتز الشباك. الماتش يعتبر كان 50-50، طبعا أنا زملكاوي فما أقدرش أقول إن الزمالك أحسن، بس هو الماتش كان الاستحواذ الاثنين زي بعض، والزمالك طبعا خارج من فوق الأسبوع اللي فات من ماتش الأهلي، من ماتش الترجي، وهو الحظ إن شاء الله الحمد لله يعني كسبنا، وفي ماتشات جاية كتير للزمالك، فدي بداية كويسة للزمالك يعني. أنا شايف إنكم الأهلي الأول كان هو اللي مسيطر في الشوط الأول، والشوط الثاني طبعا الزمالك هو كان الأفضل، وهي ضربات حظ ليهم، والف مبروك يعني للزمالك طبعا. الناس ما كانتش واثقه في الزمالك خالص، وعاملين يحبطونا في الدوري، لكن الزمالك اثبت للناس اللي هو على انتش البطوله، وبنقول لابو جبل انت فعلا لما بتثبت نفسك بتبقى موجود. احتكم الفريقان الى ركلات الجزاء الترجيحيه التي ازداد معها تفاعل الجماهير، وفي النهايه استطاع الفريق الابيض حسم اللقب بعدما احرز 4 أهداف مقابل 3. الماتش لحد ما كان في الشوط الثاني متكافئ بين الاهلي وبين الزمالك، بس قدر الزمالك بضربات الجزاء بضربات الحظ هو اللي يفوز، والحمد لله هنعمل ايه بقى، خلاص الحمد لله. الماتش كان صعب جدا على الزمالك، بس الحمد لله كسبنا. ما كناش متوقعين كده الاداء من ناحيه الزمالك بعد ماتش الترجي، كنا احسن في ماتش الترجي، بس الحمد لله وصلنا لضربات الجزاء، وطبعا ابو جبل هو اللي كان مساند الفريق. مع انطلاق الصافره نهايه المباراه احتفل جمهور الزمالك وتغنى باداء الفريق، لا سيما مع احراز لقبي السوبر الافريقي والمحلي في اقل من اسبوع، لقب ثمين حققه نادي الزمالك على حساب النادي الأهلي، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 4 بطولات في تاريخه والمرة الثانية على حساب الأهلي. كريم رجب، إكسترا نيوز. يلتقي نادي الإسماعيلي نظيره بيراميدز في 5 مساء اليوم على استاد الإسكندرية ضمن مواجهات دور 16 لكأس مصر. We'll be right back.
نهاية النشرة، والآن إليكم تذكرة بأهم عناوينها. حفتر يطالب مجلس الأمن بوقف تدفق المرتزقة السوريين والأتراك والأسلحة إلى ليبيا. وقادة أوروبا يطالبون بوقف دائم لإطلاق النار في إدلب سوريا وحماية المدنيين. البنك الدولي يؤكد أن 40% من اللبنانيين أصبحوا فقراء نتيجة للأزمة الاقتصادية. انتهت النشرة الإخبارية. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.